ارتفاع سعر الدولار يتزامن مؤشرات أخرى حديثة، وعلى أن الاقتصاد لا يزال صامدا وأن التضخم يظل مرتفعا. وفي العام الماضي أيضا رفع الاحتياط الفيدرالي معدل الفايدة الأساسي بأسرع وتيرة منذ 4 أعوام بحوالي 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عام، إلى أن انفاق المستهلكين والتوظيف والنمو لم يهدأ بعد. وقال أيضا العديد من مسؤولي الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أنهم يفضلون رفع معدل الفايدة الأساسي للبنك الأمريكي فوق مستوى 1.5% الذي توقع في ديسمبر الماضي، ولو أنه ظل في النمو والتضخم مرتفعين عندما يرتفع الاحتياط الفيدرالي فإن هذا يشكل كما توقعوا أيضا ارتفاع آخر في سعر الفايدة بنسبة 3% أو 300 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام 2023، مما يجعل سعر الفايدة الأسمى يصل إلى 19.75%. وحدد أيضا البنك المركزي المصري هدفه بنسبة 7% للتضخم العام السنوي لعام 2023، ومع أهداف تضخم تبلغ 7% و5% أيضا في الربع الرابع من 2024 و2026 على التوالي. ومع ذلك برضو يبدو أن هذا العام بعيد في ضوء كيفية تداول العملة في الوقت الحالي، وفي سياق متصل أعلن أكبر بنكين حكومي وهو في مصر على طرح شهادة استثمار ب25%، مما جعله ذلك يدفع سنويا أو 22.5% فايدة مستحقة الدفع شهريا لمكافحة التضخم المرتفع الذي يقترب من أعلى مستوياته في 5 سنوات. ومع ذلك من المتوقع أيضا أن يؤدي المزيد من تراجع الجنيه المصري إلى زيادة التضخم على طريق التهام القوى الشرائية. وقال أيضا إن معدل الفايدة قد يكون أعلى من المتوقع، ويحذر أيضا رئيس الاحتياط الفيدرالي أنه في حالة استمرار إجراءات الاقتصاد الأمريكي بنفس الوتيرة مثل ما حدث في يناير، فإن الاحتياط الفيدرالي هيرتفع على الأرجح في معدلات الفايدة أعلى مما يشير إليه بالفعل. ويرى البنك البريطاني أن التمويل الذي تم التعهد به بالفعل من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف لابد أن يكون كافيا من تلقاء نفسه لتلبية احتياجات التمويل الفورية، الأمر الذي جعل من المتوقع أن تلجأ الحكومة إلى قرض آخر تأهيلا لمستوى التضخم الذي وصلت إليه الجمهورية المصرية. وقد اضطر البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفايدة بشكل أكبر لجذب المستثمرين الأجنبيين إلى مصر، وذلك وفقا لما جاء من محافظ البنك المركزي من تقارير صدرت منه. وقال إنه مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 30% من الأشهر المقبلة، عدم وجود نقطة ارتكاز في سوق العملات بالنظر إلى التغيير في النظام، ما زلنا نعتقد أن البنك المركزي المصري يجب أن يظهر المزيد من التشديد. في غضون ذلك تقلصت الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه والسعر في السوق السوداء، والتي ظهرت في الوقت الذي كان فيه كفاح المصريون للعثور على الدولار عبر القنوات الرسمية، كما أن تكدس البضائع في المواني والذي عزز الطلب على الدولار أخذ في التحسن. وقال مدير الأموال في شركة انترناشونال في لندن إن محايد بشأن العملة المصرية وانخفاض الجنيه إلى مستوى 72.2 قروش مقابل الدولار، مما رفع خسائر التراجع إلى 49% منذ تخفيض سعر العملة في مارس من العام الماضي. وتعود الجولة الحالية لخفض سعر العملة جزء من حملة طال انتظارها لإعادة توازن الحسابات الخارجية لمصر في أعقاب الصدمات الخارجية في العام الماضي، ولكن في التوقعات على المدى القريب لا تزال صعبة وغير مؤكدة وفقا لما جاء في البيانات السابقة. وقال خبراء الاقتصاد أيضا حتى الانخفاض إلى ما يزيد على 30% مقابل الدولار، والذي يرفع خسائر سعر الجنيه إلى 50% مقابل رفع مكاسب الدولار إلى أكثر من 100%، وذلك لا يضغط على فاتورة الاستيراد المرتفعة بشكل كافي أو يؤدي إلى انتعاش قوي بما فيه الكفاية لتدفقات التحولات المالية بشكل فوري، وذلك لضغط الحساب الجاري، وذلك لأنه يتراجع. وفي هذه الأثناء
قال البنك البريطاني إن صادرات السلع والخدمات المصرية زادت بنسبة 20% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي، وذلك تراجع التحويلات مع منع الحساب الجاري من تحقيق مكاسب أكبر. ونظرا لأن الحاجة إلى العملة في منطقة الخليج والعمالة أيضا يحتاج إلى تدفقات المغتربين لم تكن بالضرورة ضائعة، ولكنها تأخرت بسبب عدم اليقين بشأن نظام الصرف. وسط توقعات بمواصلة الارتفاع مرة أخرى، قال الخبير المصرفي من الضرورة أن تقوم البنوك بإصدار شهادات استثمارية بعائد أكبر من 20%، وذلك لتحقيق عائد مناسب للعملاء وحمايتهم من مخاطر التضخم. وأضاف أيضا إن العملاء كانوا يحصلون على عوائد بالسالب بالرغم من إصدار شهادات مرتفعة بقيمة 18.5%، وذلك بمعدل التضخم يواصل ارتفاع نتيجة للأزمة العالمية والارتفاع في الموانئ المصرية، حيث تمكنت بالتعاون مع البنك المركزي من الإفراج عن بضائع تتراوح قيمتها الإجمالية ما بين 17 إلى 18 مليار دولار، مما تسببت في القضاء على المضاربات العنيفة التي كانت تحدث في السوق المصري. وفي الوقت نفسه قد نجحت وزارة المالية في إتمام إصدارها الأول من الصكوك في بورصة لندن صباح اليوم، حيث أعلنت في بيان وتجاوزت طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار البالغ 1.5 مليار دولار بأربع مرات، مما خفض العائد النهائي إلى 10% مقارنة بالسعر الاسترشادي البالغ 11%. ووفقا لبيان وزارة المالية أيضا، فقد اكتتبت نحو 250 مليار دولار، وكانت الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمي والسوق السوداء قد بلغت ذروتها خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي، بينما سجل سعر صرف الدولار خارج السوق الرسمي 38 جنيه. كذا أيضا أن المنافسة المتصاعدة بين واشنطن وكين ستظهر حتما في نظام احتياطي للعملات العالمية ثنائي القطب أيضا، ويواجه الدولار الأمريكي تهديدا من اليونان الصيني ونهاية هيمنته في النظام المالي العالمي وفقا لما جاء في الصحيفات الأمريكية أيضا. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور دوم المعروف بتوقعاته المتشائمة والغير إيجابية بالمرة، أنه بينما يحذر المشككون عادة من الضوابط الصارمة للعملة الصينية، يجب أن تمتنع اليونان عن اليوان من تجاوز الدولار، فإن الولايات المتحدة لديها نسختها الخاصة التي تقلل من جاذبية الدولار. ومن هنا جاءت توقعات أيضا الدولار للعملة فيما جاء في الاقتصاد المصري وما يخص بارتفاع سعر الدولار في هذه الأيام التي شاهدتها ارتفاع كبير جدا في السوق المصري للدولار الأمريكي. إن الشهادات المطروحة من جهة البنوك الحكومية اليوم زادت إلى 26% بمعدل سنوي و 22.5% بمعدل شهري، وذلك لتحقيق رغبة المواطنين في وعاء ادخاري جديد بمردود عالي. وقالت أيضا إن الشهادات المطروحة في ظل حدود الفائدة العالية المعلنة ستساهم في معالجة الفائدة السالبة، وهي الفرق الموجود بين التضخم والسعر السائد للعائد القديم، وبالتالي التحول من الفائدة السالبة إلى الموجبة، مما سيقل من تآكل رؤوس الأموال الموجودة بيد المواطنين. وأكدت أيضا أن الشهادات الحالية ستقل من مستويات التضخم والبالغة نحو 21.5 تباعا لآخر بيانات